ومشيو نبحثو في القضية، نمشيو نبحثو سيدي في ملف. يعني اي واحد سكران دابا الا مات صافي راه مات سكران، يدير اكسيدون يعني راه مات سكران. واخا اخي العزيز السي رشيد، بما انك تقر الفرضيه بلا ما ندوي عليك الجزائر الى غير ذلك، واخا سيدي نعم، واش كان مع حاضر سكران بعد هذا الشيء؟ بغيت نعرف واش كان حاضر مع السكران صحيح. وزيد ولا كان سكران وواحد قتلو، يعني داك السكر هو اللي قتلو ولا داك حين اللي قتلو؟ وسيدي نمشي معاك حتى الفرضيه، نتوما بغيت نعطيك انا النقاط على الحروف. واخا استاذ تكلمتي على لاسيرونس، لاسيرونس واخا كتكذب زعما كتكذب ابتسام انها قالت ما خديناش لاسيرونس كذا. واش شريف السيده كتقصد لاسيرونس تاع السياره، اما ديك لاسيرونس تاع لافان ترافاي هذيك شحال جاتهم؟ 6000 درهم لكل وحده تقريبا، 6000 درهم ماشي ما خدات، وحتى امو خدات 6000 درهم وعطات فان دو ترافاي. اش شريف دونك السيده هضر لي على لاسيرونس تاع السياره، واش شدوا شي فلوس؟ لا خداو حقهم. فين هذا الحق؟ تصرفت شي ريال وريه، جبدي لي عندك شي روسي كتقول عندي روسيات، جبد نشوف هذا الروسيات لاسيرونس ديال السياره اللي وقفتها ابتسام. اضافه نمشي لقضيه اخرى، انت من بعد الاحتكاك المضباس ان السيد عاش يعيط ليه من خرجك عمو رجعتي اللور، لا ما قلتش عليه سكران، لا ما لم اي حاجه، قال لك ما عندي حتى اي حاجه انه سكران. ودوك شنو كتقول انت كتجي فيه مع الخمسه الصباح الربعة الصباح منتصف الليل كيعيط اما لرشيد ولا اما كيعيط لبلدو طارق تيجي وصلو، شنو كيقول ديك السلامه في ذاك الوقيته؟ شنو كيدير ديك الوقيته؟ ياض من غير السكر الى مدى توحي؟ واخا مزيان كتقول انك انت اللي غادي تدوم السيده، وبعد هادشي كتسولها على شكون هي مرتي، واعطيني غير السميه تاع ولدي، واش ما علاقه ديالو هذا في البحث؟ هذا رقم واحد. ثاني حاجه انت يا اخي العزيز اللي ما عارفش حتى نسيب كوش كولونيل ولا برقادي شاف، وانت يا اخي العزيز اللي ما عزيتيهاش حتى في العزو، انت العزو العزو هذا واجب العزاء، تهضر التليفون تهز التليفون الو كي راك بنت اختي البركه في راسك في ذاك الوليد. واخا ديك الساعه انت ما كنتيش مدمز مع الحاجه فاطمه؟ شحال دامت العداوه ديالك ما بينك انت والحاجه؟ يلا سولك يلا شحال دامت ما بينك وبين الحاجه؟ ثاني حاجه انت مزوج لي وحده امريكاني قاد ديك الاوراق ولا ثاني طلقتيها واقيلا وخديتي واحد اخر؟ حنا واش علاقه عندنا بهذا الشيء كامل كاع؟ واش ما علاقه عندنا بهذا الشيء؟ تزوج 10 تزوج كذا جيب لي، لا لا عطيني غير سميه الاب. واخا كتقول لي هكذاك عطيني البورسونتاج على شحال عشتي هنا وشحال عشتي هنا، انا غنجاوبك اسيدي انا نعطيك عشت 90% عند دار جده وعشت عند والديها غير 10% مزيان هادي. ومن بعد شنو هذا علاقته؟ شنو علاقته في القضيه؟ بغيت نفهم انا سيدي 90% عند جده، هي قالت كنعيش هاك وك، انا نعطيك 90% عشت عند جده عند عائله العطور ما عشتش عند الوالده ديالك. علاش؟ لان والديك اصلا ما باغيها، عفوا الاخت نتاعك حاشا الوالده، الاخت نتاعك اصلا ما كانتش باغياها، كانت باغيه ولد تولد. واش كاين شي ام كتلوح بنتها؟ مجبره، جبرها هكذا. كيفاش مجبره؟ كاين شي مجبره كتعطي بنتها؟ واش اش ما عطاتش بنات اخرى؟ بنات اخرى هي عطاتهم، ماشي ما عطاتهم، عطاتهم واحد خمس سنين ست سنين تما ورجعوا وتجمعوا معاها. اذا قال لك الفاعل، لا 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 اخواني انا المعطيات اللي سمعت، اللي سمعت ان في ذاك النهار السبت، ذاك النهار الحادثه، السيد مشى للسبيطار، مشى هو بمعيه شقيق الزوجه لانهم ضربوا وتحموا عليه. هذا الشيء قول الجيران ماشي قول، هذا هو قول الجيران. كنسمع المحاميه كتهضر على شخص كان معاه في المستشفى، راه كتقصد ربما الشقيق تاع الزوجه، اخ الزوجه. موجود اتصال في الموضوع، شكون هذا؟ يكون انسان قال لك بالزعط، نعم قال لك قالها بالزعط، اي اوكي. واخا السي رشيد الاستاذ المحترم، مشيتي كتكلم على 20 المليون في الكفر، وقلتي انه كان كيتسلف منك شخصيا، ونورمالمون على ذاك الخير اللي داير فيك ذاك السيد ماشي غتسلفو، تعطي حوايجك. ثاني حاجه انت كنتي معاه وقيله ملي كان كيصرف في الدار، لا لا ما كانش عنده 3 مليون، باش عرفتي انت ما كانش عنده 3 مليون؟ واخا هذا العرس كان غيدير الصينيه واقيلا عند البوليس غيجمع الفلوس، غيدير الصينيه نتاع البوليس بقى يجمع في الزنقه واقيلا باش يمول ذاك العرس، ولا انت كنت غادير ليه العرس واقيلا ذيك السيده اللي كانت دابا في فرنسا؟ كنتي معاه واقيلا كنت حاضر ليه في جيبو، ما عندي لك ما عرف مرقب ليه في جيبو ما نعرف. الا كان كيتسلف راه السي بغا يتسلف، علاش ما يتسلفش؟ لان كيبني، كيبني حنا كنعرفوا في وقت البني كيتسلف. وشكون كاين ما كيتسلفش؟ واخا تكون ما عرفتش شكون تكون، واخا تكون الدوله وكتسلف، راه انسان تيدوز
كتجي واحد البلاصه كيبني فيها راه كيتسلف كيتسلف لي خمس بطريتات كيخلص شويه بشويه. واخا سي رشيد اجي نهضروا في القضيه ديال الصباط وذكر الصباط وناقش الصباط. قلتي الصباط ما الصباط كيمشيو يهضروا على الصباط كيهضروا على التصاور وعلاش ما نهضرش على الصباط؟ راه الصباط واحد يتلقى في الكوفر الصباط الاخر تلقاه عنده في فرده وتلقى اسود. دابا جاوبني بالله عليك دابا الحمد لله كاين الصور عرفتي كون كاين الصور كون ضربتوها بركعه. تصور اخواني تصور مزيان السيد حسب الاعتراف نتاع مرته عند حميد المهداوي بنته وعائلته خرج بصباط قهوي مزيان خرج بصباط قهوي ما بانش ديك الليله من العصر ما بانش علاش ينكرت من العصر باش كتبعد عليها التهمه اطلاقا مزيان. في الجريمه في الوقيت في الحادثه في القهوه ناعس بحال ناعس في شي قهوه لابس كحل شكون اللي غيثبت هذا الشيء؟ هما التصاور. الاستاذه الشريفه اللي طلعت معايا قالت لك راه هذاك الجو كان فيه مشمسا جدا مع العلم ان كان ماطر قال لك الشمس ضربت ذاك الماغو رداتو كحل. الله اكبر هذه شي عالمه الفيزياء هذه كتصوري واحد قهوي كيرجع كحل الا ضربت فيه الشمس. دابا حنا الا مشينا لبسنا قميجه قهويه وتصورنا في الزنقه غترجع اسود. الله اكبر مزيان. والمشكل كون خلاو داك الصباط كحل كون خلاو داك الصباط كحل دابا شوفوا دابا كون بقى داك الصباط كحل في لامورغ كل حاجه خرجت عند حامي المداوي تقول لهم لا خليته صباط كحل. هما اش داروا؟ مشى تبدل الصباط في لامورغ رجع قهوي من جديد. فهمتوا؟ فهمتوا دابا كيفاش كيوقع؟ نعم ربما داك الصباط قاسو جافيل كون جافيل كيرد داك الشيء كحل كيرد البيوضيه بعدا. دونك هذا معطى مهم ما بغاش يناقش القضيه هذه. قال له واخا قال له عم المرحوم او اخ المرحوم قال له واخا ناقش لي صباط. الصباط اللي ما بغيتش تناقشوه اجي ناقشوه. كيفاش السيد خرج قهوي؟ وهادشي قالت خوتك ماشي زعما دابا لا لا حتى الحاجه قالت انه خرج بصباط بني في موقع الجريمه اسود. شكون غيثبت لنا انه اسود؟ هما الصوار الحمد لله كاين الصوار. غيمشي تغسل في لاموك غيرجع صباط قهوي بني. علاش؟ بغينا نعرفوا علاش كي دايره هاد القضيه. وكاين الصوار دابا عندك ما تنكروا. اوكي ليست كل الجريمه كامل واخا السي كيقول لهم راه مازال انا راني في صفه. كيفاش انت في صفه؟ ولا في صفه واذا انت باغي التشريح كما كتدعي واذا انتم عائله المرحوم تطالبون بالتشريح وباغيين ديروا حتى انتم مطالبين بالحق المدني والمحامي سيروا دابا. اش كتسناو؟ دابا ديروا ملتمس يلاه سيروا ديروا ملتمس ديك عند المحامي ما عندهاش باش ديروا. حنا سيدي نتكلفوا لهذا المحامي يا غاتكون في صف ابتسام حنا نكلفوا هذا المحامي حنا نخلصوه. ايوا ديروا ودير قضيه اخرى عاد زوينه كلفوا زينا بالخيار تنوبت عليكم انتم انتم مطالبين بالحق المدني. ما هي غدا فهمتي كتقلب على الحقيقه. سير عند زينب عافاك حنا نبيع علينا حنا راه ما عندنا كرشنا خاويه وبغينا حتى حنا نطالبوا بالتشريح وسير قضية يلاه دير. دابا كتهضر حاجه ما فهمتش انا عشت التناقض في الكلام. واحد اللقطه تيقول حنا بغينا التشريح واحد اللقطه لا راه حنا متهمين كيفاش غنعاونوا ابتسام. ايوا دابا اش كنلعبوا دابا ولا سير اخي العزيز سير اخي العزيز قدم طلب التماس يلا غدا 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 كحس النيه منكم ومن المرحومه والابناء سيروا ديروا ملتمس على النيابه العامه عفاكم تنطلبوا التشريح ديال المرحوم تنطلبوا التشريح المرحوم. واش انت عباد الله واش كتضحك على راسك؟ مازال متيقين ديك الكذبه لانها حادثه سير مازال تيقول لك الا الا كان يمكن مازال ما عارفينش ان 2021 السيد حط كيف ديال جريمه قتل ضد مجهول وباقي هذو كيقول لك لا ولا ولا. إضافة إخواني ما صراحة كاين شي معطى كنشوف ما أمكن والجزائر واه قال لنا إلى الجزائر ما بقى يعطي حتى شي مثال غير الجزائر حكى إذا كانت الجزائر هي المتسببة في مقتل كذا أو هربة ما قال شي واحد في الأمن صاحبه ما قال شي واحد يعني نوفي الخدمة ما واخا دوينا على الشجرة ما كانش كيدابزو. واش العائله ديالك ما كانش كيدافع على المرحوم؟ واش ما كانش كيتحموا على المرحوم؟ ديك الزنقه كامله اللي كان ديك الهضره ديك السيناريوهات اللي كانوا تيجيو في الزنقه شجار شوها شوها. ودابا المعطى الجديد اخوان اخواتي اللي صدق صحيح راه راح 99.99% جريمه قتل. والا كان صحيح السيد ديك الليله مشى للسبيطار الا كان صحيح داك السيد ديك الليله مشى للسبيطار بمعية شقيق الزوجة
يعني انا سمعت انك كيتحماو على السيد، السيد كونستون كيتحماو عليه. ونزيدكم حتى المرحبا راه كيوقع صح، ماشي كان ساهل، ماشي كان رطب بالعربيه. انا واحد السيد عاوتاني قال لي واحد المقيته ضرب الحاجه بالتصفيق، ضرب الحاجه بالتصفيق في الشارع صفقها، ولكن راه عادي. علاش؟ لان السيده مستفزه، السيده كتستفزك، السيده كتستفزك بالهضره الكلام الخاوي، كتسب لك امك واش ما ضربهاش. دابا واحد السيد واو وصلنا عاوتاني الخبر هذا، وصلني قال لك واحد المره السيد ضربها صرفقها في الشارع ولا شبع فيها تصرفيق، ولكن راه مستفزه اخواني. راه العم ولا الاخت اللي كتسب له مو اهم كذا بالسنطه لتحت، يا بنت كذا يا ولد كذا، وتصور دابا انت هذه مرتك تعير لك بهذا السبان، واش ما تضربها؟ ترى ما تشبه فيها تصرفيق طبيعة الحال، هذاك هو الطبيعي، الطبيعي هو اللي ما ضربتهاش، اللي ما صرفقتش يما. حقا قال لك ايوا سيدي مين هو هذا الشيء كامل كيتعاود واقع يطلق الزبل، راه مسكين قدر، ما قدرش مسكين، مسكين راه عارف علاش ما طلقش الزبل، قال لك طلق حيد عليا، اها على مسكين كان هو الخطو طلق. سيد مسكين ضغرو شي صان حمار ما خلاو ما كلاش، شي زغفار ليتيم، شي قلقلاب، شي بسيبيسا، شي كواري تاع الله اعلم الله، داكشي اللي كان تياكل مسكين، العلم لله داكشي اللي كان كياكل مسكين، واش السبردينه واش تقاشر، وهداكشي بحال ميكاك حلا اخواني، ميكاك تقيا، ميكاك حلا دايبه بحال شي بيصرب، ميكاك حلا وخيوطه وشي تخربيق وشي تا لا حول ولا قوه الا بالله. طبيعه الحال اخويا اخواني راه 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 را لا يحسن العوان، راه انسان يستفز، كيتستفز الانسان ويضرب ولا ما يضرب حقه يضرب، ما كيتستفز كيخرج عن السيطره. اش تبغي تسب لك امك في الشارع؟ انت واش كتسب لك امك؟ ما بالك زوجاتك مال وليداتك قدام الشارع كطيح بك سير هكذا وتجبد المهراز شايب. والله هذه خدمه هذه.